لسنوات طويلة غير مستخدم، يبقى بنمزج عنصرين إنتاج مع عنصر رأس المال والأفكار اللي تيجي، وتصبح مصر محطة ومنصة للانطلاق لاقتصادات أخرى. لأن الاقتصاد المصري زي ما عرفناه هو مش اقتصاد فقط حوالي 90 مليون. تاني مقصد للعالم إن مصر أهلت نفسها بإصلاحاتها السياسية، أهلت نفسها بإصلاحاتها الدستورية، أهلت نفسها بإجراءاتها الاقتصادية اللي قامت بها الحكومة المصرية، وأصبح الباب مفتوح وأصبح الطريق ممهد. الدليل على كده ان زي ما بقول ان احنا في ايام قليله جدا اليوم لدينا اكبر وفد فرنسي برئاسه رئيس الدوله الفرنسي ورجال اعمال فرنسيين ومسؤولين كبار. في ذات التوقيت القاهره بتستضيف ايضا وفد ضخم الماني برئاسه نائب المستشار.